الأولى في الهيستولوجي، المحاضرة الخامسة، عنوان تطور الأسنان. واضح صوت شباب؟ واضح دكتور، واضح. تمام. استكمال المحاضرة السابقة اللي تكلمنا بها عن الأسنان وتطور الأسنان، راح يبدأ في عدة مناطق في الدنتال لامنة في الصفيحة السنية. هذه المناطق أو النقاط هي 10 نقاط في المندبولا، 10 نقاط في المكسيلاري. أول ما تبدأ الأسنان بالنمو تبدأ الصفيحة السنية، تحديدا 10 نقاط موجودة عندنا في المندبولار الفك السفلي، و10 نقاط في المكسيلاري الفك العلوي دايجستر تو تيث. بالنسبة لأسنان اللبنية نمو بشكل أسرع، وهذه الخلايا تبدأ على شكل نقاط أو على شكل نتوءات. هذه النقاط تبدأ نموها بشكل نتوءات على الدنتال لامنة، وبالتالي راح يبدأ نمو الانيمال أورغان of the tooth board of the lamin. وهذه الأعضاء أو هذه الصفيحة السنية نموها راح يكون يعني ليس يعني مو كل الانيمال أورغان راح تنمو بشكل متساوي، فقط هذه النقاط أو هذه المناطق النمو راح تنمو وتأخذ بالتسارع بالنمو لتشكل نتوءات. وبالتالي فإن أول ظهور أو أول ظهور للنمو راح يكون تحديدا في الفك الجزء الأمامي من الفك السفلي. أول ظهور لنمو الانيمال أورغان راح يكون بالجزء الأمامي للفك السفلي. نعيد هذه الملاحظة، أول ظهور للإنيمال أورغان راح يكون بالجزء الأمامي للفك السفلي. هذه اللي هي نهاية السكشن. واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ واضح دكتور، واضح. نعم. المقطع الآخر أسير بروفيليريشن كونتينيوس، اللي هو بعدها راح تستمر الخلايا بالنمو. قلنا خلايا الانيمال اورغان راح تستمر بالنمو، بالتالي راح يزيد حجمها وتزيد بالنمو بشكل اعمق داخل الاكتوميزنكايم. راح يستمر خلايا الانيمال اورغان بالنمو وتزيد حجمها وتزيد نموها بشكل اعمق للداخل. بالنسبه للانيمال اورغان نموها راح يكون يعرف بالنمو التفاضل ديفرنتيشن جروث، نمو تفاضل، اي خلايا بعض الخلايا تزداد بالنمو وبعض الخلايا يكون نموها طبيعي. بعض الخلايا راح تزداد بالنمو بالنسبة للإنيمال أورغان، بعض الخلايا راح يكون نموها طبيعي، يعني أكو خلايا راح يكون نموها على وتيرة أسرع من الخلايا المجاورة إليه، وبالتالي راح يحدث تغير في الشكل حتى تنطينا شكل الكب. راح يحدث تغير في الشكل وتنطينا شكل الكب اللي يكون عادة السطح الخارج إلها محدب ويكون مواجه للفم، والسطح الداخلي راح يكون إلها مقعر. السطح الخارج إلها محدب والسطح الداخلي إلها راح يكون مقعر. On the side of the cup، بالنسبة للجزء اللي يمثل يعني الجزء العلوي من شكل الكب ستيج، من مرحلة الكب، راح تزيد أعداد الأعداد بالخلايا اللي تنمو تحديدا بالإكتو ميزنكايمال سيل. الخلايا راح تزيد أعدادها وتزيد نموها، وبالتالي تزيد كثافتها وتمثل بداية لمرحلة الدنتال بابل، مثل بداية مرحلة الدنتال بابل.
نعم تحيط طبعا هاي الدنتال بابلة اللي هي الحليمة السنية راح تحيط بالانيمال اورجان تحديدا بالجزء الثالث من التوث بود بالجزء الثالث تحيط هذه الصفيحة او هذه الحليمة السنية راح تحيط ب الانيمال اورجان والجزء الثالث تحديدا اللي هو البرعم السني التوث بود وكذلك الدنتال ساك كيس السن هذه الخلايا من تبدا بالنمو راح تحيط بالتوث بود وتحيط بالدنتال ساك او ما تعرف بالدنتال فوليكل حويصله السني دنتال فوليكل الحويصله السني بعد استمرار نمو الخلايا بالإنيمال أورغان طبعا مع وجود بالإضافة إلى النمو النسيجي للخلايا راح توجد أيضا مكونات للمف نود اللمف جلاند الغدد اللمفاوية أيضا وتشكل بالتالي الشكل راح يشكل عندنا الهياكل الداعمة لبداية نمو التوث جيرم اللي هو هذا التوث جيرم اللي هو الأساس في بداية نمو السن أو الخلايا الأساسية لبداية نمو السن وهذا يكون موجود أو منشأ الأصلي هذا التوث جيرم منشأ الأصلي هو الإكتو ديرم توث جيرم اللي هو بداية نمو والخلايا الأساسية الخلايا الجرثومية الأساسية لنمو السن يكون منشأها الأصلي هو الإكتوديرم هاي أهم معلومة موجودة عندنا بهذا المقطع واضح شباب لو أعيده هذا السكشن واضح شباب دكتور عيده أعيده الجزء العلوي الجزء العلوي on the side of the cup الجزء العلوي من يعني من الغطاء أو مرحلة الكوب ستيج راح تزداد الخلايا اللي هي الإكتوميزنكايمال سيرز هاي الإكتوميزنكايم راح تزداد الخلايا بالنمو دكتور بالتالي تقدر عيدها من البداية صفحة من البداية إيه دكتور البداية هو التوث ديبلومنت اللي هو تطور الأسنان بالبداية 10 نقاط على امتداد الدنتال لامنا على امتداد الصفيحة السنية هذه 10 نقاط راح تبدأ بالنمو تحديدا 10 نقاط بالمندبلر الفك السفلي وعشر نقاط بالمكسيلاري في الفك العلوي اللي تمثل الأسنان اللبنية هي بداية نمو الأسنان اللبنية هذه هي عبارة عن خلايا الإكتو ديرمال سيلز هي خلايا النسيج الظهري الأديب الظاهر هذه الخلايا راح تبدأ بالنمو بوتيرة أسرع في هذه النقاط تحديدا اللي هي 10 نقاط أو 10 مناطق نمو الأسنان 10 عفوا في السن في الفك السفلي و10 في الفك العلوي هاي راح تكون بدايتها راح تنمو تأخذ بالنمو بشكل متسارع هذه اصلا هي هذه الخلايا اصلا هي موجوده على الميزنكايم هي خلايا الميزنكايم اللي موجوده ضمن هذه المنطقه واضح خلايا الميزنكايم طبعا نموها راح تنمو هذه الخلايا بوتيره تختلف عن الخلايا المجاوره لها هذه الخلايا راح تنمو اسرع الخلايا المجاوره ايضا فيها مرحله نمو مرحله تطور جنيني الا انه هذه الخلايا تحديدا نموها راح يكون اسرع من الخلايا المجاوره له مو كل خلايا الانيمال اورجان راح تنمو بنفس الوتيره لا هذه الخلايا تحديدا راح تنمو هذه الخلايا راح تنمو بشكل اسرع وبالتالي فان راح تنمو هذه الخلايا بوقت اسرع من الخلايا التالية اول ظهور للانيمال اورجان راح يكون في الجزء الامامي
من المندبلة والجزء الأمامي من الفك السفلي. أول ظهور للإنيمال أورغان راح يكون في الجزء الأمامي من الفك السفلي. نعم. أسيل بروليفريشن كونتينيوس مع استمرار نمو تكاثر هذه الخلايا بالإنيمال أورغان مع استمرار تكاثرها، وبالتالي راح تستمر راح يتغير شكلها وتكون نموها أكثر عمقا للأسفل تحديدا في منطقة الإكتو بيزيكايم. هذا النمو راح يعرف بالنمو التفاضلي differentiation growth differentiational growth النمو التفاضلي، أي أنه بعض الخلايا راح تأخذ بالنمو وشكلها راح وحجمها راح يتغير باختلاف عن الخلايا المجاورة له. هذه النمو يعرف بالنمو التفاضلي، بمعنى أنه بعض الخلايا راح تنمو ويتغير شكلها وحجمها عن الخلايا المجاورة لها، بالتالي تأخذ شكل يشبه شكل الكب، بمعنى أنه خلايا بالأطراف راح تنمو بشكل أكثر وشكلها وحجمها راح يتغير تأخذ شكل الكب. شكل هذا الشكل راح يكون مسطح، هذا الشكل سطح محدب للخارج، سطح محدب للخارج، والسطح المقعر راح يكون للداخل باتجاه مواجه للأورال كافيتي. شكل المقعر راح يكون مواجه للأورال كافيتي، تجويف الفم. On the inside of the cup بالجزء العلوي من الكب راح نلاحظ زيادة في نمو خلايا الإكتو ميزنكايم، راح تزداد نمو خلايا الإكتو ميزنكايم، وبالتالي راح يكون أكثر كثافة ومثل إنه بداية للدنتال بابل، بداية للدنتال بابل اللي هي الحليمة السنية. في الجزء العلوي من الكب راح تزداد خلايا الإكتو ميزنكايمر سيل بالنمو، ازداد عددها، وبالتالي راح تنطينا بداية لظهور الدنتال بابل اللي هي الحليمة السنية. هاي الحليمة السنية راح تحيط بالإنيمال أورغان، وكذلك تتحيط بالجزء الثالث أو الجزء الثالث من هاي المكونات اللي هو يعرف بالتوث بوت اللي هو البرعم السني. هذه الحليمة السنية راح تحيط بهذا الجزء. واضح شباب؟ طبعا الشكل راح يشكل الهيكل الداعم يعني الهيكل الداعم لنمو التوث جيرم اللي هو التوث جيرم اللي هي الخلايا، كأنه يقول الخلايا البدائية لنمو الأسنان، خلايا البدائية لنمو الأسنان، وبالتالي منها هذه الخلايا هي أصلها، الأصل الجنيني إلها أو الأصل النسيجي إلها هو الإكتوديرم، الإكتوديرم هذا الأصل الجنين إليه اللي هو الإكتوديرم. During and after these developments أثناء وبعد عملية التطور أو عملية النمو يستمر شكل الإنيمال أورغان بالتغير باستمرار، راح يستمر بيئة التغير، وبالتالي راح يشغل كل مساحة الدنتال بابل اللي تحيط به، راح تشغل كل مساحة الموجودة اللي يحيط بها الدنتال بابل، وبالتالي فإن شكل الانيمال أورغان راح ياخذ شكل البول، شكل الجرس، راح ياخذ كأنه شكل مقعر، راح ياخذ شكل البن، وبالتالي تصبح عندنا الصفيحه السنيه. الصفيحه السنيه راح تكون ترتبط بالانيمال اورجان اللي اصلا راح يرتبط بالنسيج الظهاري، النسيج الظهاري الموجود ضمن التجويف الفمي. إذن خلال وبعد عملية التطور راح يتغير شكل الانيمال أورغان، وبالتالي بعد تغير شكله راح تحيط به بالكامل راح يأخذ شكل البول، وراح تحيط به بالكامل الدنتال بابل، وبالتالي راح يكون ارتباطه
أكثر بالإبيثيليوم اللي هي الطبقة الظهارية الموجودة ضمن الأورال إبيثيليوم اللي ضمن النسيج الفم. هذه الطبقة الظهارية اللي هي الأورال إبيثيليوم راح تكون أكثر رقة ورقيقة وتكون يعني تكون بداية للتجويف الفمي البدائي، يعرف بتجويف الفمي البدائي primitive oral cavity اللي هو تجويف الفمي البدائي. أعيدها لو واضحة هاي شباب. مصطفى هاشم، علي مرتضى، نور عادل، واضحة هاي شباب؟ هذا السكشن واضح؟ واضح أي دكتور واضح. ننتقل بشكل توضيحي، وضح لنا الفك العلوي والفك السفلي والدنتال لامنا هذا الشكل، وهذا التجويف الفمي، هذا التجويف الفمي. طبعا هاي بالمراحل الجنينية بعد الأسبوع السادس. هذا الشكل، هذا هو الأبر جو واللور جو والدنتال لامنا. هاي هذه النقاط اللي تكلمنا عنها اللي ممكن يحدث بها نمو وتزايد بنمو الخلايا الأكثر ميزنكال، وهذا هو التونغ، وهذا هو تجويف الفم. هذا هذا راح يوضح لنا البيزمنت ممبرين اللي هو الغشاء القاعدي، وهاي مراحل الانقسام الخلوي للطبقة الظهارية اللي تكون موجودة ضمن الإلكتروميزن كامل سير، وهاي عملية انقسام هذه الخلايا كما تلاحظون. هذا طبعا للاطلاع. طبعا هذا الشكل مأخوذ من هاي المنطقة شباب، هذا الشكل هاي الخلايا مأخوذ من هذه المنطقة، نتكلمنا بهذه المنطقة، هذه الفك العلوي وهذه الفك السفلي، هذا الشكل تقريبي له. واضح شباب؟ وهي عملية انقسام داخل الخلايا شكل الاطلاع. دكتور بس الدنتال لامينا يعني هي الصفيحة السنية، بعدين شنو اللي يحيط بها من تاخذ شكل البيل؟ يحيط بها الابيثيليال تيشو لو الدنتال بابلين؟ لا هي الدنتال لامن هي الصفيحه السنيه اللي اصلا هي جايتنا من الميزنكايم النسيج الظهاري يسمونه المتوسط. هي ظهاره، يعني هي اصلا نسيج ظهاري، هي اصلا ابيثيليال، اصلا هي نسيج ظهاري مع نموها انطتنا تميزت، انطتنا صفيحه سنيه. واضح؟ هذا الصفيحه السنيه بالتراكم تنطينا الاكتوميزنكايم، راح تزداد عدد الخلايا. جاء تلاحظون هاي مرحله الانقسام راح تزداد، هاي الانقسام راح يكون بالاطراف، مناطق الاطراف، هاي الخلايا راح تزيد انقسامها بمناطق الاطراف، بالتالي راح تنمو مناطق الاطراف وتنطينا شكل البل. واضح؟ نعم دكتور واضح. تنمو من أطراف الدنتال لامنة، تنمو من أطرافها الصفيحة السنية، من أطرافها وتنطينا شكل البل. تمام؟ تمام دكتور. ننتقل إلى البيبر الآخر اللي يتكلم عن أنه هذه الطبقة الظهارية الأبيثيليوم ممكن انه تحتفظ بالقدره على تكوين تراكيب اخرى تشبه التركيب، يعني تشبه تركيب السن نوعا ما، في حاله انه اندمجت مع خلايا النيورال كريست سيل. ممكن انه تنطينا في مناطق اخرى، ممكن انه ايضا تنطينا تراكيب تشبه السن في حاله انه نوجد
بجانبها او موجود بالمنطقه الاسفل منعتها خلايا النيورال كريست بيل اللي هي الخلايا القمم العصبيه، ممكن انه تعطينا تراكيب مشابهه لتركيب السن. ستالت ريتيكولم اللي هي الشبكه النجميه، هذا الموضوع ايضا من المواضيع المهمه. تتوسع مناطق النمو في الشبكه ما تعرف بالستالت ريتيكولم، وذلك بالتالي راح يزيد بواسطه راح تزيد كميه يعني كميه السوائل بين خلويه. مرحلة نمو الستالت ريتيكولم راح تزيد كمية السوائل بين الخلوية، المادة السائلة بين الخلوية راح تزيد، وبالتالي تنطينا تكون خلايا تشبه الخلايا تشبه الشكل النجمي، شكلها تشبه الشكل النجمي، وتكون هذه الخلايا يعني كأنه عندها بروزات، يعني هالمعلومة لك بروزات بروتوبلازمية بالجوانب وتكون مضغوطة في منطقة جسم الخلية، وبالتالي تنطي تركيب أشبه بالشكل النجمي نتيجة لوجود سوائل بين خلوية تحيط بها، فينطينا شكل أشبه بالشكل النجمي تعرف بالخلايا النجمية. التقارب اللي يحصل بين الخلايا بين الخلايا النجمية وبين الطبقة المتوسطة وبين الطبقة الأوتر أنيمال إبيثيليوم بين الطبقة الظهرية الخارجية بالنسبة للأنيمال، هذا راح يحصل تقارب أثناء مراحل النمو الجنيني، بالتالي ممكن أن تبدأ الأنيمال فورميشن تبدأ بالتكاثر، و في هذه المرحلة مرحلة حصول تقارب بين هذه المناطق الثلاثة اللي هي الانيمال العفو الستالت ريتيكولم والمنطقة الطبقة المتوسطة الانترميديوم والطبقة الاوتر انيمال ابيثيليوم، هذه المناطق الثلاثة راح يحصل بها تقارب. بعد حصول التقارب راح يحصل تفكك في الستالت ريتيكولم، راح ممكن انه تتفكك، وبالتالي اذا تفككت هذه المنطقه طبقه الاستال ريتيكولم هاي الطبقه الشبكيه او الخلايا الشبكيه راح تكون تقل المسافه بين الطبقه المتوسطه الاميلوبلاست تقل المسافه بيناتهم، بالتالي ممكن انه تدخل الشعيرات الدمويه بلاد كابيلاريز، وبالتالي تغذينا منطقه الاوتو انيمال ابيثيليوم. من يحصل تقارب بين هاي الطبقات الثلاثه اللي هي الطبقه الشبكه النجميه والطبقه المتوسطه والطبقه الخارجيه للانيمال، من يحصل تقارب راح تتفكك هاي الشبكة النجمية راح تتفكك ممكن، وبالتالي راح تدخل تتمكن من هاي الكابيلاريز يعني الأوعية الشعرية الدموية ممكن إنه تدخل في هذا التجويف اللي حصل نتيجة تفكك هاي الشبكة، وبالتالي راح تغذينا طبقة الأوتو أنيمال أبيثيليوم ممكن نغذيها أيضا. ما راح يحصل عندنا تمايز بهاي المرحلة في الطبقة الوسطى نتيجة لتفكك الطبقة الشبكية. إذن في الطبقة الشبكية أو الشبكة النجمية ما تعرف بالشبكة النجمية، هذه الشبكة تحصل نتيجة لزيادة وجود السوائل بين الخلوية، وبالتالي فإن معظم الخلايا راح تظهر بها بروزات بروتوبلازمية وتأخذ بالانضغاط في جسم الخلية، هاي المعلومة لك، وتنطينا شكل الخلية يكون أشبه بالشكل النجمي.
مجموعة هذه الخلايا تعرف بالشبكة النجمية أو طبقة الشبكة النجمية لوجود خلايا أشبه بالشكل النجمي. هذه الخلايا مع استمرار النمو راح تأخذ بالتفكك، هي تكون عدة طبقات، طبقة الخلايا الشبكة النجمية والطبقة المتوسطة وطبقة الأوتو أنيمال أبثيريوم اللي هي طبقة ظهار خارجي للإنيمال. هذه الخلايا الطبقة الشبكية راح تأخذ بالتفكك من حصة التقارب، وبالتالي المكان اللي يتفكك من عنده راح تدخل الكابلاريز، راح تنمو وتظهر الأوعية، تظهر الشعيرات الدموية، وعند ظهورها تكون قريبة من موقع الأوتو أنيمال أبثيريوم، وبالتالي راح تغذي هذه الطبقة الخارجية. قطع واضح، سالتروتوكينوم واضحة لو أعيدها. حسين عباس، نور عادل، واضحة واضحة يعني هسه الأوعية الشعرية هي المسؤولة عن تغذية مال ال هي المسؤولة عن تغذية الأوتر أنيمال أبيثيليوم، هي المسؤولة عن تغذيتها، راح يزودها بالدم، بالتالي إذا وصل الدم راح توصل المواد الغذائية المنطقة الأوتو أنيمال أبيثيليوم وتأخذ منها الوست أو الفضلات. ها شباب ننتقل. نعم أكو سؤال سارة قصي؟ لا دكتور واضحة. بس شباب العفو، بس سؤال، ويانا طالبة آية صدام؟ إيه دكتور ويانا موجودة، ممكن تتكلم؟ آية موجودة؟ آية صدام؟ هي مطالبة بالجزء العملي، الصور استضافة فقط الجانب العملي. تمام، إذن ننتقل، وإحنا الجانب العملي راح نأخذه بعد المحاضرة النظري، فهي مطالبة أنه تحضر بالجزء العملي. يعني دكتور هي استضافة عملي ونظري؟ ما أعرف، بس أنا بلغون أنه عملي بالجانب العملي. المهم هي لا موجودة، لا دكتور جاي تحضر هي عملي ونظري ويانا. تمام، إذن هي حاليا ويانا، آية صدام موجودة حاليا ويانا إن شاء الله. نعم، الأوتو أنيمال أبثيليوم اللي هي ظهارة المينا الخارجية، هذه الخلايا الخارجية راح تبدأ بالتسطح وشكلها راح يكون شكل مكعبي كبويدر منخفض أو مسطح، يعني خلايا مكعبية منخفضة الشكل أو مسطحة، وهذه تكون في مرحلة البلستيج. في مرحلة البلستيج إذن الخلايا بالأوتو أنيمال أبثيليوم راح تكون أكثر تسطح مسطحة، يعني خلايا مكعبة بس مسطحة في نهاية مرحلة البلستيج. أعداد هذه الخلايا تكون تظهر عادة بين طيات الأوتو أنيمال أبثيليوم، وتكون هذه الخلايا تعمل هذه الخلايا في المنطقة المجاورة لل أو تكون تحديدا موجودة في المنطقة المجاورة للدنتال ساك. دنتال ساك اللي هو الكيس السني أو كيس السن، هذه تكون مجاورة أو بالمناطق الخلايا المحيطة في الدنتال ساك. بالتالي انه هذه الخلايا اللي هي الخلايا الميزنكاين، هذه خلايا المجاوره للخلايا الميزنكاين، ممكن تحتوي لنا على يعني الفورمس بابيلا اللي هي حلقات شعريه، هذه ممكن انه زيد من عملية الميتابوليك، يعني زيد من فعالية العمليات الأيضية الميتابوليك كافيتي، زيد من فعاليتها، وبالتالي ممكن تغذينا الانيمال أورغان، ممكن انه تغذينا الانيمال أورغان. واضح؟ إذن
الأوتو أنيمال أبيثينيا. هذه الخلايا هي خلايا تكون مكعبة مسطحة في نهاية مرحلة البيل ستيج، في المرحلة النهائية أو في الجزء النهائي أو الحالة النهائية للبيل ستيج. وهذه الخلايا ممكن أنه تكون في الطيات الخارجية للأوتو أنيمال أبيثيليوم، الطيات الخارجية لها، هذا يكون شكل الخلايا المكعبة المسطحة بالجزء الخارجي لها. تعمل أيضا خلايا الأسفل من عتها، الخلايا الميزنكايم تعمل أثناء تكوين الدنتال سيك، تعمل على تكوين شكل أشبه بالبيل، العفو البابلة، شكل الحليمة. وهذه الخلايا اللي تكون تحتوينا على الكابيلاريز أو الشعيرات، الكابيلاري الشعيرات الدموية اللي ممكن أنه تدعم فعالية الإكتو، تدعم فعالية الميتابوليك كافيتي، تدعم فعالية العمليات الأيضية، تزيد فعاليتها، وبالتالي ممكن أنه تغذينا الانيمال أورغان. واضح شباب؟ بمعنى أنه الجزء الخارجي من الانيمال أورغان يسموه الأوتو الأوتر أنيمال أبيثيليوم، هذا الجزء الخارجي من الأنيمال هون. هذا راح تونا على خلايا مكعبة مسطحة، هذه الخلايا توجد بالجزء النهائي أو الجزء الأخير من البيل ستيج. هذه الخلايا راح تزداد بالنمو وتكون بالجزء السطحي لها، وممكن أنه تكون بين طيات الخلايا الأوتو أنيمال أبيثيليوم. هذه الخلايا معظمها راح يكون ملامس أو مقارب للدنتال سيك، تأخذ شكل البابلة، شكل الحليمة. هذه راح تدعم أن الفعاليات تزيد من نشاط الأيضي في هذه المنطقة، وإذا زاد النشاط الأيضي راح تغذينا الانيمال أورغان. واضح شباب؟ واضح عزيز؟ واضح دكتور. واضح دكتور. تمام. الدنتل لامن الصفيحة السنية، الصفيحة السنية تسمى أيضا الصفيحة المتتالية السنية، الصفيحة المتتالية السنية. وهذه الصفيحة يعني هي تكون بداية لظهور أو تكون أسفل أو بداية لظهور الأنيمال أورغان، بداية لظهور الأنيمال أورغان بالنسبة لمناطق نمو الأسنان اللي هي الأسنان الأنيام بالقواطع والضواحك، وتكون الشكل كالتالي، شكلها نعم شباب دنتال لامنة. شباب واضح الصوت؟ دنتال لامنة هي الأساس في ظهور الانيمال أورغان، راح تكون بالشكل التالي. الانيمال أورغان في مرحلة الأسنان اللبنية راح يظهر في مرحلة البيل ستيج. واضح شباب؟ واضح؟ في حين دكتور واضح. في حين أنه الانيمال أورغان في مرحلة الأسنان الدائمية راح يظهر في مرحلة البود ستيج. واضح شباب؟ أعيد هاي المعلومة. واضح. الانيمال أورغان في مرحلة الأسنان، في حالة الأسنان اللبنية راح يكون في مرحلة البول ستيج، أما في مرحلة في حالة الأسنان الدائمية راح يكون في مرحلة البود ستيج. واضح شباب؟ نأكد على هاي المعلومة شباب، نأكد عليها، واضحة؟ لو عيدها. واضح دكتور. سارة واضح؟ تمام. واضح دكتور. تمام. دنتال بابلة اللي هي الحليمة السنية، راح تحاط هذه الحليمة السنية أو راح تحيط
بالجزء الجزء المنتفخ من الانيمال اورجان. هاي الحليمه السنيه راح تحيط بالجزء المنتفخ من الانيمال اورجان قبل ان تظهر قبل ظهور الانيمال ابيثيليوم، قبل ظهور ظهاره المينا الداخليه، وتبدا الخلايا المحيطه تبدا بانتاج الانيمال، تبدا بالتمايز، تبدا هذه الخلايا المحيطه بالانيمال بالتمايز وتشكل هذه الخلايا اللي هي هذه الخلايا المحيطه اللي هي اصلا خلايا الميزينكايم دنتال بابل. هذه الخلايا المحيطه بالجزء الانيمال هي تعرف بالميزينكايم دنتال بابل. راح تبدا هذه الخلايا بالتمايز وتاخذ شكل، ايضا تاخذ شكل مكعب. هذه الخلايا تبدا بالتمايز والنمو تاخذ الشكل المكعب، ومع استمرار نموها راح تاخذ الشكل الكلومينال الشكل العمودي، راح تاخذ الشكل العمودي. هذه الخلايا الدنتال بابل. هنا عندنا البيزمنت ممبرين اللي هو الغشاء القاعدي. هذا الغشاء راح ينفصل مع استمرار نمو الخلايا، راح ينفصل عن الانيمال اورجان والدنتال بابل، راح ينفصل عن الانيمال اورجان والدنتال بابل قبل تكوين الدنتال مباشره، ويعرف هذا الغشاء بالممبرين بروفورميتيف ممبرين بروفورميتيف اللي هو يعرف بغشاء التشكل. إذن الدنتال بابل هي مجموعة من الخلايا تحيط بالجزء المنتفخ من الانيمال أورغان قبل تكوين الانيمال أبيثيليوم. قبل تكوينها راح تنتج الانيمال. هذه الخلايا هي بالأصل خلايا تعرف بالميزينكايمال دنتال بابل. أساس هذه الخلايا دنتال بابل هي الميزينكايمال دنتال بابل. راح تتمايز هذه الخلايا، راح تتمايز، وبالبداية راح يكون شكلها كوبويدل، شكلها راح يكون مكعبي، بعدين مع استمرار نموها راح تنطينا شكل الكلومينال الشكل العمودي وتنتج لنا الدنتال. الغشاء اللي أسفل من عندها، الغشاء اللي أسفل من هذه الخلايا اللي هو يعرف بالبيزمنت ممبرين الغشاء القاعدي. هذا الغشاء القاعدي راح ينفصل عن الانيمال اورجان مع استمرار النمو، راح ينفصل عنه، اضافه الى انه ينفصل عن الدنتال بابل، راح ينفصل عن الدنتال بابل. هذا الغشاء اللي هو اللي يعرف بالممبرين بروفورميتيف اللي هو يعرف بغشاء التشكل. واضح شباب؟ واضح. هذا الغشاء نأكد عليه، إضافة إلى أنه دنتال بابل خلايا مكونة إلها، وتبدأ بشكل خلايا مكعبة بعدين تستمر إلى خلايا عمودية. واضح؟ دنتال ساك اللي هو كيس الأسنان. قبل لا تتكون دنتال تشوز أنسجة المينا، قبل لا تتكون يظهر عندنا الدنتال ساك. طبعا هو عبارة عن مجموعة من الألياف الدائرية الشكل سكوليلر غير منتظمة، الار اورجانيميت غير منتظمة. هذه الألياف تكون دائرية الشكل وغير منتظمة، تحيط بمنطقة يعني منطقة المنطقة منطقة الجذور، منطقة نمو الجذور جذر السن، وتتمايز هذه الألياف، تتمايز هذه الألياف إلى أن تصبح ألياف الدنتال سيك ديفرنتيشن
إلى أن تتميز هذه الألياف وتنطينا بالتالي الألياف المكونة للدنتال سيك. طبعا هذه الألياف هي ألياف للجزء النسيجي أو جزء مع استمرار تطور الجزء النسيجي للعظم الموجود في يعني العظم اللي موجود في الفك تمايزها لهذه هذا العظم تمايزه راح ينطينا هذه الألياف. إذن بمعنى أنه دنتال سيك الجزء يعني الكيسين هو عبارة عن بداية لتكوين الدنتال تشوز الأنسجة المينة راح تظهر على شكل ألياف دائرية غير منتظمة. بداية ظهورها داخل النسيج راح تظهر بشكل ألياف دائرية غير منتظمة وهذا التركيب ينطينا كبسولر ستركتشر يعطينا تركيب محفظي يعطينا تركيب محفظي مع نموها مع تطور ونمو في منطقة الروت منطقة جذر السن. إذن هي ألياف دائرية غير منتظمة تأخذ بالنمو وتنطينا تركيب محفظي في منطقة جذر السن. هذه الألياف نموها راح تتميز بالنمو إلى أن تصبح جزء من نسيج النسيج المكون للدنتال. واضح شباب؟ دنتال سيك واضح. ألياف دائرية غير منتظمة تنمو وتنطينا تركيب أشبه بتركيب المحفظي تركيب الكبسول الستركتشر تركيب المحفظي في منطقة الروت منطقة الجذور. واضح شباب؟ واضح دكتور. نعم. الجزء الآخر اللي هو ال هيرتوج ابيثيليال روت شيث اند روت فورميشن اللي هو الغمد الجذري وتشكيل الغمد الجذري الظهاري وتشكيل الجذر. الغمد الجذري الظهاري وتشكيل الجذر عملية تشكيل جذر السن. تبدأ تطور الجذور نقصد بها جذور الأسنان تبدأ بالنمو تشكيل الانيمال والدنتال تبدأ بالتشكل. في هذه المرحلة إذ يلعب الدنتال أورغان دور مهم في نمو وتطور الروت الجذور. هذا يبدأ بتكوين ما يعرف بالهورجيت أبيثيليال روت شيث اللي هو غمد الجذر الظهاري. هذا يرمز بالليبل HERS الجزء الفعال والدور الفعال بهاي العملية هو الانيمال أورغان. هذا يلعب دور مهم في نمو وتطور جذر السن. يتكون هذا هاي المنطقة أو هذا النمو الجذري أساسا من يعني جزئين المهمين بهاي العملية هو جزء بالنسبة للانيمال أورغان هو الأوتر أند إنر أنيمال أبيثيليوم اللي هو ظهارة المينا الخارجية والداخلية هي الجزء الفعال في نمو الجذر السن. أيضا ما تشمل هذه العملية أو ما تتضمن وجود الطبقة الوسطى. لاحظ عدم وجود الطبقة الوسطى وكذلك الشبكة النجمية. هذني المنطقتين أو الطبقتين ما لهن دور بهذه بالمنطقة بتطور الجذور إنما فقط الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية للإنيمال أبيثيليوم. واضح شباب؟ مرحلة نمو وتطور الجذور الدور الفعال هو بالأوتر أن إنيمال أبيثيليوم أو إنيمال أبيثيليوم فقط في حين إنه ما لاحظ وجود الطبقة الوسطى والشبكة النجمية. ما لاحظ وجوده. واضحة المعلومة شباب؟ الخلايا الداخلية سيل أوف ذا إنيمال لاير ريمين شورت. الخلايا الداخلية تكون خلايا قصيرة
الخلايا الداخلية بالنسبة للخلايا الانيمال تكون خلايا قصيرة، وهذه الخلايا تتمايز، هذه الخلايا راح تتمايز بشكل تنطينا الخلايا، الخلايا تعرف بالرتيكولار دنتال بابلة اللي هي الخلايا الحليمية الجذرية، خلايا داخلية من الانيمال اورجان راح تبدأ بالتمايز وتنطينا الخلايا تعرف بالرتيكولار دنتال بابلة اللي هي الخلايا الحليمية الجذرية اللي هي أساس تكوين الجذور. أودونتوبلاست اللي هي الخلايا اللي تعرف بالأورومات اللي فيه أو الخلايا البدائية لتكوين الجذر، يعني هي الطبقة الأولى لتكوين الجذر. إذن الأودونتوبلاست ورح نأخذها إن شاء الله بجزء العملي هي الخلايا أو الطبقة الطبقة الأولى في تكوين الدنتر، هاي الطبقة الأولى في تكوين الدنتر. هذا أهم ما موجود بهذا السكشن هو مرحلة الهورجيت ابيثيريال روت شيث اند روت فورميشن، مرحلة تكوين الجذور. الجزء الفعال أو العنصر الفعال في مرحلة نمو وتطور الجذر بالنسبة للأسنان هو الانيمال أورجان، هو اللي يلعب دور مهم تحديداً يا مناطق، تحديداً مناطق الأوتر and animal and inner animal epithelium، يعني الطبقة الظهارية الداخلية والخارجية بالنسبة للانيمال هي اللي يكون فعالة في نمو وتطور الجذور. بعد ممكن أنه نلاحظ للطبقة الوسطى والطبقة الشبكية، لا هاي المرحلة مرحلة تطور الجذور ما ممكن انه نلاحظ شباب. واضح دكتور، واضح. يبدأ تكون جذور بالخلايا الداخلية بالنسبة للانيمال، تكون خلايا قصيرة وهي تتمايز، هذه الخلايا تعطينا خلايا تعرف بالرتيكولار دنتال بابلة اللي هي الحليمات السنية الجذرية، هذه تكون تكون الطبقة، تكون الطبقة الأولى الفيرست لاير، تكون الطبقة الأولى من دنتال. هذه أهم معلومة موجودة في هذا السكشن. عندنا بعد الخلايا الظهارية اللي ممكن هذا المقطع الأخير أو السطرين الأخير، الخلايا الظهارية اللي ممكن موجودة في نلقاها في منطقة الجذور تعرف بالملايزز، هذه الخلايا ملايزز، هذه الخلايا هي عبارة عن خلايا ظهارية تكونت مع تكوين الجذور في منطقة الجذور، هذه الخلايا تعرف بالملايزز، خلايا ظهارية تكونت مع بداية تكوين الجذور. واضح. ننتقل في مرحلة تكوين الجذور راح تحصل مجموعة من الاختلاف، مرحلة نمو وتكوين الجذور مجموعة من الاختلاف، يعني هناك سن يحتوي لنا على جذر واحد، هناك سن يحتوي لنا على جذرين أو أكثر. هاي المرحلة تتم قبل بداية تكوين الجذر، هاي الاختلافات تحدث قبل بداية تكوين الجذر، أي هناك سن ذو جذر واحد وسن ذو جذرين وسن أكثر من جذرين. هاي المرحلة تتم قبل تكوين الجذور، راح تشكل ما يعرف بالروتشيث formation of the epithelial framing اللي هو مرحلة الحاجز أو الحاجز الظهاري في الغمد الجذري، راح يشكل حاجز ظهاري في الغمد الجذري قبل مرحلة تكوين الجذر. هذا شكل الحاجز بالتالي باستمرار النمو راح يعطينا ممكن سن ذو جذر واحد وسن ذو جذرين أو أكثر من جذر. تنحصر الطبقة الظهارية اللي هي the outer and inner animal epithelium، راح تنحصر في منطقة
شباب واضح الصوت حاليا؟ دكتور واضح الآن الصوت. في مرحلة تكوين ونمو الجذور هناك اختلافات، فهناك سن ذو جذر واحد وسن ذو جذرين وسن ذو ثلاثة يعني أو أكثر من جذر. هاي المرحلة تبدأ مع بداية تكوين الجذر. شو وقت تتشكل؟ تتشكل مع وجود ذرات شيث فورمز أوف أبيثيريال ديفريمينج، يعني مع بداية تكوين ما يعرف بتشكل الغمد الظهاري أو الغمد ما يعرف بالغمد الجذري الظهاري، حاجز الغمد الجذري الظهاري. هذا مع بداية تكوين جذور راح يتشكل، وهذا الحاجز راح يحصر المنطقة بداية تكوين جذرين أو أكثر بالسن، راح يحصر منطقة الأوتر أن إنال إنال أبيثيليوم، راح يحصر هاي المنطقة يعني منطقة الظهارة المينا الداخلية والخارجية في منطقة اسمنتو أنيمال اسمنتو أنيمال جنكشن. هذه المنطقة راح تنحصر بحاجز أفقي هوريزونتال، بحاجز أفقي، وبالتالي ظهور هذا الحاجز راح ينطينا مع بداية تكوين الجذر راح ينطينا السن اللي يكون عبارة عن جذرين أو أكثر. طبعا راح استمرار بروفورميشن اوف ذا سيل اوف ذا سيلز اوف ابيثيليا مع استمرار تكاثر الخلايا في منطقة الحاجز الظهاري. هذا هاي المنطقة في راح تكاثر بروفورميشن اوف ذا سيلز اوف ذا كونكتيف تيشو، راح تكاثر النسيج الضام في منطقة البولب منطقة اللب، هاي راح يتكاثر تكاثر هاي الخلايا في منطقة اللب، منطقة اللب اللي تحدث تكون مجاورة لمنطقة الحاجز الجذري. زيادة تكاثرها راح ينمو الحاجز الجذري، وبالتالي ممكن انه النسيج الظهاري يتكاثر في منطقة الحاجز وتنطينا تمايز هنا differentiations، تمايز الأودونتوبلاست اللي هي الخلايا البدائية أو الخلايا البدائية المكونة للformation of the dentin، المكونة لمنطقة السن. هاي بعدين راح يسبب لنا استطالة، تكاثر هالخلايا وتمايزها راح يسبب لنا استطالة في الروتشيث في غمد الجذر، سبب لنا استطالة في غمد الجذر. طبعا نفس الوقت راح يتكاثر كونكتيف تيشو، راح يتكاثر النسيج الضام في المنطقة الدنتال سيكل. هنا بعدين عندنا راح يحصل تمايز في الخلايا السنية واستطالة في منطقة الغمد الجذري مع نمو الكونكتيف تيشو. أعيدها شباب هاي المعلومة. نور الهدى، سهيل أحمد، حاكم، هدى، شاسب، صوت واضح؟ صوت واضح دكتور، واضح. أعيدها لو واضحة. أحمد، حاكم، دكتور واضحة. واضحة ما بيش إن شاء الله، واضح دكتور. إذا ننتقل، وأهم معلومة عندنا هاي هذا التمايز والنمو اللي السكشن الأخير، التمايز والنمو في منطقة استطالة الحاجز الجذري هو اللي راح ينطينا جذور تكون عبارة عن جذرين أو ثلاثة جذور في الغمد الجذري. هنا عندنا الخلايا اللي الخلايا الظهارية بالغمد الجذري اللي راح تستمر
تتمايز وتستمر لنا في المنطقة السطحية. التمايز الخلايا، التمايز الخلايا الظهرية في المنطقة السطحية راح يعني تتمايز، يعني ما بيها ذيك المعلومة اللي لكم هاي الصفحة الأخيرة، مو مشكلة. الصفحة الأخيرة طلاب ما مطالب بها، مو مشكلة، ما بيها ذيك المعلومة. هاي تسميتها الانيمال بيرس، يعني ممكن أقول لك إياها. يلا تمام. الخلايا المتبقية، الخلايا المتبقية في الغمد الجذري تكون قريبة للدنتن سيرفس، في قريبة المنطقة السطحية للدنتر، وتتمايز بالكامل، وبالتالي تنتج لنا ما يعرف بالانيمولوبلاست، أميلوبلاست اللي هي الخلايا البدائية للدنتن، أميلوبلاست. هاي الخلايا تسمى في منطقة الانيمال تسمى بالانيمال بريلس، الانيمال بريلس. هاي الخلايا الانيمال بلاست في منطقة الانيمال تسمى بالانيمال بلاست، انيمال بلاست. توجد عادة في منطقة الجذور هذه الخلايا تحديدا. إذن خلايا الأميلوبلاست اللي تنتج هو تنتج الانيمال تسمى أيضا التسمية الأخرى لها الأميلوبلاست. واضح؟ هاي المعلومة فقط لازم تعرفها. خلايا، خلايا اللي تتمايز في منطقة الجذور اللي هي أصلا راح تكون خلايا الأميلوبلاست اللي هي خلايا البدائية في منطقة الإنيمال راح تنتج الإنيمال. اسمها الثاني أيضا تسمى بالأميلو الإنيمال بلارس، تسمى بالإنيمال بلارس. واضح شباب؟ فقط منطقة الجذور بها الخلايا الأميلوبلاست اللي هي تنتج لنا الإنيمال، والاسم الآخر اللي هو الأميلو بلاست بلارس. واضح شباب؟ واضح دكتور. ننتقل الآن إلى الجزء العملي. واضح عندكم سلايدات؟ إيه دكتور واضح. هاي السلايدات مثل ما أخذنا أمس قلنا هاي السلايدات هو يعني سلايد تحت المجهر، ويظهر لنا بمجموعة من الخلايا والألياف. قد تكون خلايا قد تكون بدائية وخلايا متطورة. عندنا الجزء المهم اللي لازم تعرفه هو اسم السلايد اللي أسفل من عنده، زائدا العلامات أو النقاط الموجودة بشكل واضح أمامك. كل سلايد بمجموعة من النقاط يعني معلمة أو مرمزة بحرف معين يدلنا على هذه الخلايا أو هذه المناطق داخل السلايد. واضح؟ هنا عندنا السلايد الأول اسمه Odonto Blastic Differentiations اللي هو التمايز في هذه الخلايا المكونة للدنتر، هذه الخلايا الجنينية المكونة للدنتر. من أقول لك فقط اسم السلايد تذكر لي فقط هذا الاسم، إذا أقول لك بس اسم السلايد، اسم النسيج فقط هذا. واضح شباب؟ واضح؟ من أقول لك واضح. لا، من أقول لك لا أنطيني فقط أي، شنو معنى أي؟ بريمبو بلاست، بريمبو بلاست. زين أقول لك أنطيني فقط بي، بريدونتو بلاست، أو أقول لك أنطيني أي وبي. واضح؟ هاي الخلايا اللي هي بداية تكوين الدنتر. واضح؟ أقول لك انطيني سي اللي هي الشبكية النجمية، هذه دي دنتر باب اللي هي بداية تكوين الحليمات السنية. واضح شباب؟
الإطار العام اسم النسيج، يعني أطلب منك احتمال فقط اسم السلايد. هذا السلايد شنو اسمه؟ هذا سؤال. هذا السلايد شنو اسمه؟ تعطيني اسم السلايد اللي هو أسفل مباشرة. أقول لك لا، اسم السلايد زائدا مثلا AUB، اسم السلايد زائدا مثلا AUD AUC أو فقط C. واضح شباب؟ إذا تحفظ لي الدكتور. نعم. من يتكلم؟ المنطقة B وين بالضبط؟ هاي المنطقة B، يعني مو المنطقة البيضاء؟ لا، هذا الحاجز فقط، هذا الحاجز. تمام دكتور. بس عفوا، هذا الطرف، هاي الخلايا الطرفية، هذا الحاجز، جات لحظة، هذا الحاجز، منطقة أي، هاي الخلايا، هاي الخلايا المنطقة، المنطقة بي هذا الحاجز، فقط هذا الحاجز، هاي المنطقة بي، والمنطقة سي منطقة دي واضحة. إذن واضح شباب؟ تمام دكتور. هل يجي دكتور واضحة؟ سلايد، هذا هو اسم السلايد، واحتمال أجيب لك مو اسم السلايد، أجيب لك فقط حرف أي أو أي و بي، تنطيني فقط هاي الكلمات. واضح؟ يعني حرف أي شيء يمثل، يمثل الريمبر بلاست، وحرف بي وهكذا. واضح؟ يجوز أجيب لك اثنين ثلاثة، يعني نقطتين داخل السلايد أو ثلاث نقاط. كذلك السلايد الآخر، the position of dental and animal، اللي هو ترسب الدنتال والانيم. ايضا اي مثل انه اودونتوبلاست اللي هي هذه اللي اخذناها هناك، وبي مثل انه هذا الحاجز بريدنتال هذا بي. واضح؟ ما لك علاقه شباب بالاسهم، الاسهم ما اعرف، بس هاي الاسهم يجي لك للجهه يعني الجهه الخارجيه والجهه الداخليه. احنا نركز على المناطق وتسمياتها. السي اميلوبلاست اللي هاي الخلايا، هاي خلايا الاميلوبلاست، طبعا هي كلها خلايا طلاب جنينيه، خلايا جنينيه في مراحل تكون جنيني الانيمال او الدنت، كلها مراحل جنينيه، مراحل تكون جنيني للانيمال والدنت. واضح؟ الدي هاي بدايه منطقه الدنت، و الاي هاي منطقه الدنت ايضا، منطقه الدي انيمال والاي منطقه الدنت. طبعا هاي مكرره الكلمه شباب، بس هي بس دنت. السلايد الاخر ايضا بدوست دنتن ابيثيليوم، منطقه الظهريه بالانيمال ابيثيليوم، هاي الاي بدوست الانيمال ابيثيليوم، هاي منطقه المحوطه. احتمال اجيب لك فقط الاي، شنو دلالته؟ تكتب لي فقط هذه بدوست انيمال ابيثيليوم. واضح؟ البي مشوريتيف برودكتيف امينوبلاست، هاي البي، هاي الخلايا، هاي خلايا البي. والسي الكابيلاري، اي الشعيرات الدمويه، هاي لحيط بي منطقه البرميتيف برودكتيف امينوبلاست، هاي الشعيرات الدمويه اللي تغذيها، هاي الشعيرات الدمويه. واضح؟ وهذا السلايد يا اما اجيب لك اسمه، يا اما اجيب لك اي وبي، او اجيب لك بي وسي، وهكذا. واضح ان شاء الله؟ واضح شباب السلايد؟ واضح واضح من واضح، يعني اقصد واضح بالرؤيه وواضح بالمعلومه، بس رجاء واضح بالرؤية. واضح نعم استاذ، واضح التأشيرات واضحه.
واضح دكتور. تمام. نوع مشر أنيما هذا فقط. هذا المشر أنيما هاي المنطقة كلها اللي مرمزة بالبي والأمينوبلاست هاي الطبقة المجاورة له، هاي الخلايا المجاورة له. واضح؟ واضح شباب؟ هذا ما أبي بس تأشيرين. هذا السلايد. هذا السلايد كلاسيفيكيشن هو تصنيف بس من أسهل السلايدات. أي مثل لنا الانيمال وبي مثل لنا الدنتم. أي انيمال وبي دنتم. واضح شباب؟ واضح دكتور. تشكيل أو تكوين الجذور أو جذر السن. واضح؟ هاي المنطقة الأف هي منطقة الروت، منطقة جذر السن. هاي بداية مرحلة تكوين الجنين للسن داخل الفك. واضحة؟ هاي المنطقة محدد لك إياها مطيك الحرف أف اللي هو منطقة الجذر روت. منطقة إي اللي هي منطقة الولر بون، منطقة النسيج العظمي أسفل الروت، هاي منطقة E. Animal space هاي منطقة D، هذه المنطقة، هذه المنطقة، هذا الفراغ، هذا هو Animal space. سي هي منطقة دنتن، هاي سي منطقة دنتن. البي Reticular Bulb Cavity منطقة التجويف اللب، والأي هذه منطقة الأي اللي هو الأبيثيليال، هذه المنطقة هاي تعطينا مراحل تشكيل أو تكوين الجذر. واضح شباب؟ واضح. قلت لك احتمال يجيك سؤال فقط عنوان، عنوان سلايد فقط تذكر العنوان، او اجيب لك مثلا فقط الاف او الاف والبي شنو دلالتين، اجيب لك اياه هنا مثلا بي فراغ والاف فراغ، انت تذكر فقط الاف شنو معناها والبي شنو معناها. ما تكتب لي اياها كلها شباب، مو مثل عام طلاب العام يعني يكتب كل الموجود، لا شنو انطيك هنا أنا؟ جزء اقول لك فقط مثلا فقط الدي، ايش مطلوب من عندك فقط اكتب شباب، زياده كان نقصان رجاء. واضح شباب؟ شنو مطلوب من عندك نقطه واحده تذكرها، شنو هاي تفعل وتذكرها فقط. واضح؟ كل الاحوال ما راح اجيب لكم كل النقاط شباب، يعني كل الاحوال ما اجيب لك يعني كل النقاط، يعني اختار مجموعه فقط من نقاط قليله اجيب لك اياها، ما اجيبهم كلهم، يعني ما اجيب السلايد وكل نقاطه لا. هذا السلايد سمنتيوم فورميشن، سمنتيوبلاست منطقه اي، والاودنتوبلاست منطقه بي هاي المنطقه، والبريدنتن منطقه سي. هذا واضح. اما السلايد الاخير تكلم عن الابثيليوم ريستس، الابثيليوم ريستس هاي الابثيليوم، هاي المنطقه، هاي الابثيليوم ريستس، هاي المنتل منتل دنتن اللي هي بي، هذا الحاجز، هذا الحاجز اللي هو المنتل دنتال، جلوبولر دنتن اللي هو هذا، وكذلك المنطقة دي. إذن شباب كل سلايد هسه فهمنا
هو عنوان مطالبين باسم السلايد، مطالبين باسم السلايد زائدا النقاط الفارقة أو يعني المؤشرات أو العلامات داخل كل سلايد، هذا المطالبين. إن شاء الله يكون واضح شباب، وأنا حاضر لأي سؤال. عندكم سؤال شباب؟ العفو دكتور، بس بالنسبة للحضور سجلت حضور؟ دخلت دكتور على الحضور وعلى